النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذي أبا الحسن الإمام موسى بن جعفر ويسبه إذا رآه ويشتم عليا عليه السلام، فقال له بعض جلسائه يوما: دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عن ذلك أشد النهي وزجرهم أشد الزجر. وسئل عن العمري فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب إليه فوجده في مزرعته، فدخل المزرعة بحماره فصاح العمري: لا تطئ زرعنا. فوطأه أبو الحسن عليه السلام بالحمار حتى وصل إليه، فنزل وجلس عنده وباسطه وضاحك وقال له: كم غرمت على زرعك هذا؟ قال له: 200 دينار. قال: وكم ترجو أن تصيب؟ قال: لست أعلم الغيب. قال له: إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه؟ قال: أرجو 200 دينار. قال: فأخرج أبو الحسن الإمام موسى الكاظم ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صرة فيها 300 دينار، وقال: هذا زرعك على حاله، والله يرزقك فيه ما ترجو. قال: فقام العمري وقبل رأسه وسأله أن يصفح عنه، فتبسم إليه أبو الحسن الإمام موسى الكاظم عليه السلام. قال: وراح إلى المسجد فرأى العمري جالسا، فلما نظر إليه قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: فوثب أصحابه فقالوا له: ما قصتك؟ قد كنت تقول غير هذا. قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قلت الآن، وقد جعل يدعو لأبي الحسن الإمام موسى الكاظم ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد، صلوات علي بن أبي طالب، صلوات ربي فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، صلوات ربي أئمة المعصومين، صاحب العصر والزمان، إلهي عجل فرجه، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، إلهي عجل فرجه. تبارك جميعا بهذه الليلة، أعاذها الله علينا وعليكم بالخير والأفراح والمسرات بوجود شيخنا العزيز المبجل الشيخ إبراهيم، وكل عام وأنتم بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين
الهدايات المهديين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. بما أن هذه الليلة أقيمت بعنوان مولد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فأود أن أشير إلى بعض الجوانب المهمة في شخصية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا أريد أن أتطرق إلى صفات الإمام وأنه كاظم الغيظ وما شابه ذلك. أريد أن أدخل من منطلق آخر في شخصية الإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهما، لأن هناك علاقة وثيقة بين الأئمة الثلاثة، الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا وأيضا الإمام الجواد، باعتبار أن هناك مسؤولية خطيرة على عاتق هؤلاء الأئمة. ولكن بصورة موجزة أشير إلى سورة الكوثر ولو بصورة خاطفة جدا، وإن كان البحث يحتاج إلى وقت طويل، لنعرف كيف ننظر إلى أئمتنا عليهم السلام، لأن النظر إلى الإمام جدا مهم، كما أن النظر إلى أولياء الله أيضا كذلك. ترى تنظر إلى زينب سلام الله عليها كأخت الإمام الحسين سلام الله عليه، وأخرى تنظر إليها كعالمة غير معلمة، القضية تختلف تماما، نظرتنا مهمة جدا. فكيف تنظر إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه؟ نظرتك كيف؟ لابد أن تكون نظرتك نظرة قرآنية. كيف؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يبدأ هنا بالكوثر. الكوثر عندما نراجع الروايات، الكوثر الذي يشمل الخير الكثير هو حوض في الجنة، وهو نهر في الجنة أيضا. يعني عندما تدخل الجنة إن شاء الله بعد أن تمر من الصراط، الصراط المستقيم في وسط النار، عندما تمر من الصراط كالبرق الخاطف ترى أن هناك حوض، هذا الحوض هو حوض الكوثر، ومن ثم تنتقل إلى نهر الكوثر. ففي الجنة عندنا صراط وعندنا حوض وعندنا نهر، والروايات تؤكد على ذلك، حتى يرد علي الحوض. الله سبحانه وتعالى سحب، تصور سحب الصراط إلى الدنيا، وسحب الحوض إلى الدنيا، وسحب النهر إلى الدنيا، فصار الصراط عليا سلام الله عليه، وصار الحوض فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، والنهر هم أهل البيت أولاد فاطمة إلى المهدي المنتظر أرواحنا فداء. يعني شوف الحركة، هذه حركة من الجنة، جاءت من الجنة إلى الدنيا. ولذلك في الجنة إذا أراد الإنسان أن يمر يدخل في الحوض لابد أن يمر من الصراط، وفي الدنيا من أراد أن يتعلق بالزهراء سلام الله عليه حتى في الظاهر لابد أن يذهب إلى علي سلام الله عليه. ولذلك القوم كانوا يتوسلون بعلي للوصول إلى الزهراء، وتعرفون روايات في هذا المجال أن الزهراء ما كانت تسمح لهم بالدخول إلا إذا سمح علي ذلك. ومن ثم هناك نهر يستمر من الإمام الحسن والإمام الحسين، والإمام موسى بن جعفر ضمن هذا النهر، ضمن هذا النهر الطويل الذي سيتصل إلى، يعني يستمر إلى ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه،
ويستمر إلى ما لا نهاية له، لأن الله لا يقول كل من عليها فان ويبقى الله، بل قال ويبقى وجه ربك، ووجه الله هم أهل البيت سلام الله عليه مجمعين. الوجه موجود دائما، كل شيء هالك إلا والوجه الذي يتوجه إليه الأولياء هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. العجيب أن هذا الصراط وهذا الحوض وهذا النهر الذي جاء إلى الدنيا أيضا كان في زمن إبراهيم الخليل، لأنه نستقبل محرم أيضا لا بأس بالتأمل في هذه النقطة. عند إبراهيم الخليل نفس الشيء، الصراط كان يتمثل في الكعبة، لأن الكعبة هي مثال الإمام، تؤتى ولا تأتي، الكعبة هكذا مثال الإمام المعصوم. والحوض حوض الكوثر يتمثل في بئر زمزم، بئر زمزم، ونهر الكوثر الماء الجاري من زمزم الذي فيه البركات إلى ما شاء الله. فإذا في ثلاثة مواطن عندنا صراط وعندنا حوض وعندنا شنو؟ نهر. الله سبحانه وتعالى يقول إن أعطيناك الكوثر، متى أعطي الكوثر؟ من قبل أن يخلق آدم الله أعطاه الكوثر، كما في الزيارة يا فاطمة نخاطبها يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة، يعني قبل أن يخلق الله الموجودات خلق هذه الأنوار. يقول إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر للحفاظ على الكوثر وانحر، وللاستفادة من الكوثر فصلي. الصلاة دائما للاستفادة، إذا واحد عنده مشكلة يصلي ركعتين تنحل مشكلته. الصلاة للاستفادة من الشيء، إذا عندك نعمة تبي تستفيد منها تصلي ركعتين على أساس النعمة تستفيد منها استفادة صحيحة. فالله سبحانه وتعالى يقول إن أعطيناك الكوثر فصلي حتى تستفيد من هذه النعمة، ولكن لابد من الحفاظ عليها حتى يبقى الحوض ويبقى النهر، يعني يستمر النهر وانحر. هذا وانحر كلمة جميلة جدا. في زمن إبراهيم الخليل أيضا سمع إبراهيم هذه الكلمة، كلمة مستمرة، صداها مستمر في زمن الأنبياء، جميع الأنبياء كانوا يسمعون كلمة وانحر، كانوا يعرفون الكوثر وهي الصديقة سلام الله عليها. هذا مدخل للحديث إن شاء الله عن الإمام موسى بن جعفر، وأيضا الحديث عن عاشوراء، لأن الإمام الحسين لم يعرف بعده، ما عرفنا، احنا اكتفينا بالنعي والبكاء ولم نعرف أسرار هذه الشخصية العظيمة المباركة. أسرارها لا يعرفها إلا زينب، هي تعرف عندما نظرت وقالت ما رأيت إلا جميلة، هي رأت ما رأت. ولهذا أحب أنا أشير لهذه النقطة لأنتقل إلى نقطة أخرى. تصوروا في زمن إبراهيم الخليل عندما أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر، فإبراهيم كان يسمع الكلام، الأنبياء كلهم كانوا يعرفون الكوثر بلا شك، كلهم كانوا يعرفون الزهراء سلام الله عليها. عندنا نوعين من التعامل، التعامل أول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تعطي نفسك تأخذ الجنة، مثل واحد يروح الدكان يعطي الفلوس يأخذ البضاعة، صحيح؟ هاي الناس العاديين. وفي ناس لا، أول شيء يأخذ البضاعة بعدين يعطي الفلوس، هاي منه؟ إذا كان معروف لدى الشخص. يقول شيخ انت اخذ الحين شيء وبعدين ان شاء الله بعد شهر شهرين اي وقت جيت عطنا الفلوس. النبي صلى الله عليه واله وسلم الله يحترمه
قال له أنا بعطيك الكوثر، أخذ الكوثر الآن. إذن والبدل والبديل أو العوض، يقول العوض أي وقت جت بعدين مستقبل ما يبي الحين. شفتوا بعض الأحيان في عالم دين سيد مع شخص معاه ملازم له، يروحون الدكان السيد بيشتري شيء، يشتري بعدين بيدفع مبلغ، يقول لا أصبر لا تعطيني مبلغ الآن بعدين أعطني. الملازم معاه يطلع له كم فلس، يقول له إنزين أخذت بعطيك أنا فلوسه. صاحب الدكان يقول ما أبغي منك أنت شيء، أبغي من السيد بركة فلوسه بركة. يقول إنزين الحين أخذت كم فلس، يقول ما أقدر أقبل منك أنا، بس إذا بتعطيني أعطني شيء. فيعطيه دينار ويرجع ويعطيه وياخذ المبلغ ويرجع، يقول زين خلاص كأنك انت دفعت، روح توكل الله. في زمن إبراهيم الخليل عندما أعطي الرسول الكوثر، معطى الكوثر زين الحين العوض متى بيجي؟ بعدين وانحر مو الحين. السلام على النحر المنحور بعدين. فإسماعيل فإبراهيم شنو قال؟ قال أنا بخلي مقابل الكوثر بعطي ابني هذا إسماعيل، بعطي أنا. الله ما قبل. رواية عندنا قال ما يصير إسماعيل في مقابل الكوثر، وين الكوثر وين إسماعيل؟ لازم يكون توازن نعم بين العوض والمعوض. شو أنا حبيت أعطي إسماعيل؟ الله الحين قال له والله ما يصير يعني أنا ساهم في الموضوع. فالله يقول له زين روح ودي، الله روح ذبحه مو مشكلة، بس تظاهر وداه. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص خلاص بس لا سوي شيء، كأنك دفعت أنت تواسيت النبي، ولكن الذبح العظيم وينه؟ بيجي بعدين. إذا مو ذاك الذبح العظيم ما بنقدر نحافظ على هذا الخط الأصيل إلى ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه. تأمل إخواني، ولذلك ورد في الحديث وأوصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30. ورد أن المقصود هي الزهراء سلام الله عليها، والمولود هو الإمام الحسين. البعض يستغرب يوم سمعت الزهراء بأنه يقتل تأذت، واقعا لها حق. أم شلون ما تتأذى؟ الأم عندما تسمع بأن ولدها سوف يقتل تتأذى، ولكن عندما قال الله بقتله سيستمر هذا الخط، قال مو مشكلة مو مشكلة. زين الحين النقطة اللي ببينها هي إذا تحقق هذا القتل وانحر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، شنو يصير بعدين؟ إن شانئك هو أبتر، هذا الخط سيستمر، استمر الخط. يعني بقاء الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا ببركة استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. تدرون لولا استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه لبقي لم يبق من نسل أهل البيت أحد، لأن بني أمية قالوا بصدد إيجاد طغيان كبير، طغيانا كبيرا، مو طغيان عادي، طغيان كبير، الإبادة الكاملة. حتى إبليس ما سوى هذا الشيء، إبليس يغوي الناس، بس هم قالوا يبيدون أهل البيت كاملا بس ما توفقوا. الإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليهما والإمام موسى بن جعفر كانوا بصدد إبقاء هذا الخط. صعب ترى أخواني، مو سهل. تصورت في زمن بني العباس من يقدر يبقي هذا الخط؟ ولذلك كانوا يتعاملون باحتياط، خصوصا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه عندما ولد نعم كان هو أصغر من إسماعيل ابن الإمام الصادق. كو إسماعيلي عندنا الآن، اشكر ربك تعيش في هالزمن، تعرف الأئمة الاثنى عشر، ولا في ذاك الزمن اكو ناس انحرفوا لأنه شافوا الإمام الولد الكبير هو الإمام، طلع الولد الكبير هو الإمام زين الإمام الحسين، ثم طلع الإمام زين العابدين
والإمام الباقر والإمام الصادق، قالوا أكيد بعد منه إسماعيل. إسماعيل مات، الرجل مات، خوش إنسان إسماعيل بس ما كان إمام. الإمامة مو كل واحد قال هاي أو هذه أو هذه، الإمامة هاي خط غير الناس العاديين. لا يقاس بآل محمد أحد من الناس. تروح تجي لك بس تقول خلي يصير هذا إمام، مو قضية سهلة أخو. يعني بعض الناس يصورون يمكن كل واحد يصير إمام، لا، الإمامة شأن عظيم، مقام عظيم. الأئمة خلقوا من أنوار، والناس العاديين خلقوا من أرواح عاديين، الفرق بينهم كبير جدا. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، نزهونا عن الربوبية، وقولوا فينا ما شئتم. أحب تقولون إسماعيل إمام، إسماعيل مات فيعو، بس هم انحرفوا إسماعيلية. والعجيب أن الإسماعيلية بدل ما يتمسكون بفقه الإمام الصادق، الله ما وفقهم، أكو يتمسكون بفقه بني أبي حنيفة. الناس ما لهم قيمة. حتى ذاك اليوم رايحين السعودية ووديهم على البقيع ويبكون، بقاهم ماكو فائدة فيها أصلا. السيد الحكيم نجسهم، ليش؟ لأن هذي لين ما يروحون زيارة الإمام موسى بن جعفر كاظمية، ما يروحون، بس يروحون كربلاء. الحمد لله اللي غيروا ضريح الإمام الحسين سلام الله عليه، هم ضريح الأولي مال الإمام الحسين، هم سوينا ما في اسم الأئمة. يعني شيء عجيب، كله لاهوت وناسوت وما ادري شنو، كلمات غريبة وعجيبة. شالوا الضريح، خلوا هاي الضريح الجديد من الجمهورية الإسلامية. حتى مسجد الكوفة هم مسوين، هاي مسجد الكوفة إسماعيلية، بعدين الصدر اجى وخلى اسم الأئمة وكذا، ما مخلي اسم الأئمة بس الله ومحمد وعلي وانتهت المسألة. لا، احنا نقول اللهم محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين وعلي، لا، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوا على محمد وعلى محمد. مولانا رأيت الروايات الغريبة واقعا، الإمام موسى بن جعفر ليش تزوج كثير؟ احنا ما نعرف الأسرار، طيب ليش تزوج؟ حتى يخفي الإمام الرضا بين الناس. تدرون أكو رواية عندنا مكتوبة، عندي موجودة هنا، يجي أخو الإمام موسى بن جعفر، أخوه يجي عنده يقول له أنت عندك أولاد؟ أنت عندك أولاد أصلاً؟ ما يدري أنه عنده أولاد. فإذا خمس أولاد يجون، كل واحد يتكلم بلغة، عمرهم خمس سنوات ست سنوات ترى، ولا يدري إذا يقول هذا منه يتكلم باللغة العسقلانية، ما لغة كذا لغة كذا لغة كذا لغة، ويجي واحد يقول هذا هو علي، يعني علي ابن موسى الرضا، يخفيه بين الناس. تدرون؟ وتدرون ليش أم الإمام الرضا سميت تكتم أو تكتم؟ هل مو اسمها ترى؟ لأن سمعت أن تكتم وتكتم، مو اسمها، اسمهم معروفة بأم البنين، نعم، وأسماء مختلفة، بس تكتم لأن كانت تكتم ولادة الإمام رضا سلام الله عليه. لأن الإمام موسى جعفر كانوا بالصدد يشوفون شنو بعد الإمام موسى جعفر منو يجي. طبعا الحديث عن سجن الإمام موسى جعفر كم سنة كان، هذا بحث طويل، هل 14 سنة أو أقل أو أكثر. ولكن بقول لكم نقطة مهمة إخواني، في شهر رمضان عندما كان أحد الأخوة يقرأ دعاء جوشن الصغير، تأمل في هذا الموضوع، دعاء جوشن الصغير اللي حزب الله أعلن بأنه يا جماعة أقروا هذا الدعاء، دعاء مهم ترى، هذا الدعاء هو اللي أدى إلى انتصار حزب الله. أنا كنت أفكر في الدعاء، دعاء من صادر من الإمام موسى بن جعفر، الدعاء من الإمام موسى بن جعفر، بس لأن الأئمة كانوا يعيشون التقية، الإمام جاي يبين حالات نفسه في الدعاء، يتكلم عن السجين مرتين، يتكلم عن السجين يبين حالات نفسه بس بطريقة الدعاء. إن شاء الله إذا الله وفقني في يوم استشهاد الإمام موسى بن جعفر بسوي بحث عن هذا الموضوع.
هو الإمام جاي يبين شلون كانوا يعذبوني، طريقة تعذيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عانى ما عانى يبين في هذه، بس يجيب عن المحتضر ويجيب عن كذا ويجيب عن كذا حتى يشغل الناس، مثل ما في زيارة أمين الله، هاي زيارة أمين الله ما كان دعاء، كان زيارة، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنة نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجة البالغة. فإذا شخص جاي هناك من الجواسيس، جواسيس الطغاة، فورا الإمام حتى لا يعرفون أن وين قبر أمير المؤمنين غير السياق، اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، غير السياق، ولا ذا مو دعاء، ذا زيارة. تدرون نفس الشيء دعاء جوشن للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فالإمام موسى بن جعفر كان يعاني ما يعاني. إخواني خل أبين لكم نقطة مهمة هنا، الثوار في زمن الإمام موسى بن جعفر والإمام الصادق كان أكثرهم من أولاد الإمام الحسن، وبعضهم كان يدعي المهدوية، والإمام موسى بن جعفر كانت مهمته الحفاظ على خط المهدي، أي خط مهم جدا، واليوم نفس الشيء، أي واحد يدعي المهدوية من ادعى المهدوية والرؤية فكذبوه، ماكو عندنا نائب خاص ولا نائب عام بهالمعنى اللي في ذهن الناس انه يلتقي به، ماكو حي يلتقي بالامام بتاتا، ينقلون بهجة وفلان وفلان، انتوا لا تسمعون هالكلام وايد، لا تسمعون كثير، يقولون ينقلون. انا السنه قبل تقريبا بالتحديد قبل اسبوع كنت في اصفهان عند ايه الله ناصري، تعرفون ايه الله الناصري هذا استاذ الاخلاق اللي يقول بأن حتى الشياب يشوفون الإمام سلام الله عليه، يلقى عند الشيخ بهجة إنه مو الصغر حتى الكبار يشوفون. رحت زرت أنا قعدت معاه كبير في السن وإنسان عجيب واقعا روحاني، قلت له أنت قايل هالكلام؟ كنت أسبوع بعد معاه قال إيه قايل هذا الشيء الشيخ بهجة قال، بس مو معناه أنه الحين كبار يشوفون الإمام الحجة يعني بعد بكرة بيطلع الإمام سلام الله عليه. هاي خطة الشيطان يبي الناس يتهاونون. في زمن الإمام موسى بن جعفر الثوار كانوا يثورون يتحركون ويضربونهم ضرب مبرح، زين شباب يعني، بس الأئمة عليهم السلام ما كانوا يأيدونهم ولا يردونهم. شوف سبحان الله نفس الحركة اللي موجودة الآن، لا يأيدونهم ولا يحاربونهم، قالوا من أولاد الإمام الحسن. بس هدفهم شنو؟ هدفهم الأئمة يحافظون على الخط المهدوي، يعني الإمام الرضا يكون هو اللي عن طريقة تستمر القضية. بني عباس سكتوا وتركوا الأئمة عليهم السلام، تركوهم راحوا قتلوا هذا، سمعتوا بني عباس يقتلوا هاي كلهم من أولاد الإمام الحسن، مو أولاد الحسين، كلهم من أولاد الحسين، بس خسارة يعني، صار يقتلونهم تقتيل، والإمام يقول له يا جماعة أنتوا اهدوا قليل، قالوا ما نهدى إحنا، ما قدروا يهدون. في كل زمن كان هاي يسمونهم وهاي ورقة ضغط، كانوا موجودين في زمن الأئمة عليهم السلام، مثل ما في زمننا موجود ورقة ضغط في كل واحد قوات الصد، ورقة ضغط من أمريكيين سووا حركة يا قوات الصد حركتهم الجمهورية يوف ضربوا الأمريكيين، وهي خطة زينة مفروض يكون هكذا، ولا تخلي الطغاة يهدؤون يدمرونك، صور يعني يسمعون كلامك ما يسمعون كلامك، لولا أوراق الضغط الموجودة في العالم كان الناس ما، حتى في الجمهورية موجودة، هاي في الجمهورية أنا رحت قم في بعض العلماء الموجودين شغلهم بس يحاربون الدولة بس بطريقة فنية، يقول شوفوا صورة أوادم إذا وقفتوا ضد السيد بنضربكم إحنا نحاربكم، حتى ذاك اليوم ضاربين واحد مجموعة جاي واحد ضاربينه بالحذاء على راسه
شلون تكلم ومنو قدر يقف في مقابل هؤلاء هالشباب؟ هم شباب في الخط ها زينين، بس يقولون شوف تحذروا، احنا عندنا اصل اسمه اصل ولاية الفقيه وتحافظون عليه، بصيرون اوادم والسيد يدعمهم بس بالباطل يدعمهم مو بالظاهر. في زمن الامام السبع جعفر كان هكذا، مجموعة يثورون والامام سلام الله عليه كان ما يحاربهم، بس هو كان يحاول انه يطرح الامام الرضا بعده. رأيت رواية غريبة اخواني، احنا نعيش الغدير، تدرون الامام موسى بن جعفر شلون ثبت الورد؟ شوف سياسة الامام موسى بن جعفر، الامام موسى بن جعفر سياسته سياسة عظيمة، قدر يطرح الامام الرضا حتى انه جمع الناس كيوم غدير خم، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني هو منه الامام الرضا، فبهت الذي كفر بين العباس شوفوا تعال احنا قتلنا المجموعة اثار الامامة مو في ذلك، الامام هو من؟ الامام الرضا، خلينا نجامله الان ودوه الى خراسان على اساس يستفيدون، بالعكس صار ضدهم بعد وقتلوا الامام، ولكن تأسست مدرسة خراسانية في خراسان، مدرسة مستمرة ليومك هذا، وصار الحسن الحصين قبر الامام رضا سلام الله عليه. اليوم نعرف سر حركة الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه وين كان معذب في قعر السجون. رأيت رواية ابين لك هذه الرواية وانهي الحديث. لولا امرين، الامر الاول لولا استشهاد الامام الحسين سلام الله عليه ولولا سجن الامام موسى بن جعفر لخرج الحجة زمان. التأخير في الفرج امرين، سجن الامام موسى بن جعفر وقبل ذلك استشهاد الامام الحسين. يعني شلون؟ يعني كان نعيش الان في دولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فلا تهاونون التأخير منا، احنا ترى احنا نأخر، احنا لازم نقدم، احنا لازم نحاول نجهز نأسس نفسنا نرتب امورنا حتى يخرج الامام صلوات الله وسلامه عليه. نعم مناسبة عطرة، والمفروض تقام هذه المناسبة في مثل هذه الايام في الجمهورية، استشهاد الامام الحسن يخلونه في وين؟ في اخر صفر، والامام الرضا والامام ورسول الله مع بعض، ولكن احنا لا، الامام الحسن في سبع صفر. ننسى هذه المناسبة، مناسبة مولد الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وايام الغدير وتنصيب امير المؤمنين علما في الظاهر، وان كان في الباطن هو امير المؤمنين وآدم بين الماء والطين، كنت أمير المؤمنين وآدم بين الماء والطين، ولكن في الظاهر قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. يا آل بيت، يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بآل محمد عرف الصواب، هنيئا لكم عشاق أهل البيت. وكان الشيعي يعيش حالة طيبة بين الفرح والسرور والحزن، بس الحزن المدمج بالسرور. يعني تصور الحين في المحرم، انتوا راح تستقبلوا المحرم عندكم حزن ولكن مو كآبة، لكن نوعين من الحزن، حزن مع كآبة وحزن مع سرور، هذا عجيب. الكل الحين ينتظر الأربعين
يروح يمشي إلى كربلاء ويبكي ينتظر. في واحد ينتظر البكاء؟ إذا كان البكاء شيء مو زين يعني بكاء مو زين ما ينتظر المفروض. لا، هاي البكاء نوع خاص، هاي الدمعة له معنى، واليوم تعيش الفرح وهكذا تستمر والفرح السرور. وبهذه الطريقة أن ترتقي إلى الأعلى، إلى أعلى عليين كما يقول العرفاء، قوس النزول وقوس الصعود. إن شاء الله يجعل الله عواقب أمورنا خير، خصوصا الشباب احضروا المجالس خصوصا في محرم. ركزوا وخل كل وجودك من الصباح إلى المساء في خدمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يعني خلاص افرغ كل أشغالك هالشهرين وتفرغ للإمام الحسين سلام الله عليه، وتشوف تحس بلذة دنيوية وحالة معنوية عجيبة حقيقة. وتخسر ترى كثير من الناس في عالم البرزخ، من يسألون يقول ها شنو تتمنى؟ يقول أتمنى أرجع إلى الدنيا وأقيم مجلس الإمام سلام الله عليه. بس وين؟ ما يقدر يرجع. فأعرف قيمتك أنت خصوصا الشباب، استغلوا هاي الفرصة. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب، ولا سيما أبا حبي حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب. علي التب والذهب المصفى، والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. فالناس فالناس يوم البعث راياتهم خمس، فمنهم هالك أربع طبقا للقرآن الكريم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآن ما يصير فلان وفلان، الآن يقول لك فلان ولا الآن فلان فاسق ولا الآن مبارك ولا الآن حسني مبارك، حسين الأردني ولا الآن حسن المغربي ولا الأمر. شنو هاي التصرف؟ كلام عجيب وغريب تسمع الأيام. يقول الأمر هاي لا تطيع مخلي بيام الله. مثل واحد يقول لك افتح النافذة، سكر هالنافذة، سكر هالنافذة وهالنافذة، سكرتها ما سكرتها مو مشكلة، زين الهواء يدخل. إذا يقول أطيع الله وأطيع الرسول، إذا الحين عرفنا الحين إحنا مأمونين، يبقى واحد شنو فايدة؟ كان ما سويت شيء. أو واحد يدلك على طريق يقول لك روح إلى هالمكان اسأل فلان، يقول يدلك ويدل، والثاني هم يدل، والثالث يعني يمكن يدل يمكن ما يدل. إذا ما بروح أنا أضيع أخاف أضيع. يقول اثنين يدلون، حتى لو اثنين يدلون ما في فايدة، لازم ثلاثتهم يدلون الطريق. يقول أطيع الله وأطيع الرسول، وجي حق الأمر تجيب لي واحد فاسق شراب الخمور هذه الفاسق يقول لك يطيع. ما يصير هذا الشيء. يعني كلام غريب تسمع من هالأيام من هؤلاء. هم يعرفون طبعا أنه هذا مو صحيح، ولكن نحن نتبع المعصومين محمد وآل محمد. فالناس يوم البعث راياتهم خمس، فمنهم هالكون أربع قائدها العز وفرعونهم وسامري الأمة الأفضع، وخارج وما وخارج عن دينه مارق أسود عبد لكع أوكعوه، وراية صاحبها وجهه كأنما الشمس إذا تطلع. ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد.
صلوات ربي عليك أمير المؤمنين، صلوات ربي فاطمة الزهراء، صلوات ربي عليك الحسن والحسين، صلوات الأئمة المعصومين، الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر، صلوات صاحب الأمر والعصر والزمان. ندعو الله سبحانه وتعالى بمناسبة هذه الليلة، بركة هذه الليلة، يوفقنا لزيارته في الدنيا في بغداد. بغداد وما أدراك ما بغداد. يقول واحد منهم هم حسد عندهم، أكو قبر أبو حنيفة هنا من يزوره ولا أحد يروح، تعطيهم فلوس ما يروحون زيارة أبو حنيفة، تعطيه فلوس قل له أخذ هذا 1000 دينار عراقي روح زور أبو حنيفة، ما يزور، يخلي الفلوس ويقول شو أروح أزوره، ويشوفون الإمام موسى بن جعفر العالم جايين زي حسد. والقصة حسد ترى نفس إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، شوف الإمام الحسين العالم رايحين وقبور جيلاني مالي منه ومعاوية وهذا كبعض، ماكو واحد يروح كلش قبور خالي، يروح يخربوا القبور حتى الناس ما يجون، لا هم يبغون يخلون القبور موجودة بس من يروح يزور، ما لهم قيمة، ما لهم نور، النور فقط لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا زيارته وزيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد وسدد واحفظ حماة الدين ولي أمر المسلمين، اللهم احفظه بحفظك يا الله. العلامة السيد حسن انصره نصرا عزيزا، شبابنا المقاتلين في سوريا في العراق الله وفي اليمن، اللهم انصرهم يا الله على أعداء الدين، وأهلك الوهابيين وداعش ومن يدعم داعش، اللهم أهلكهم جميعا وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان، إلى روح أمواتنا وأمواتكم والشهداء جميعا وروح إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.